ان شاء الله تكونوا بخير وصحة سلامة يا ربي. توحشتكم جزي. غبرت عليكم ما نزلتكمش دي فيديو، ولكن ارجعوا للايف الاخير باش تعرفوا علاش. رجعنا لسلسلة العروس. جبت لكم افكار جدا رائعة ما تلقوها في حتى قناة، ما تلقوها في اي بلاصة، افكار ونصائح ووصفات توب 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 توب. دونك اذا حابين نكمل سلسله العروس راهي مش غير العروس، راهي لكل انثى، ولكن تفيد العروس بشكل خاص كما نقولوا احنا، ولكن راهي لكل انثى. يعني 50 سنه في عمرك، 40 سنه، 18 سنه، 15 سنه، 30 سنه، دونك فوالا لاي انثى، ولكن تفيد العروس اكثر واكثر واكثر. وانا ديما نقول الهضره هذه، الانثى كل يوم عروس، يعني ما كانش امراه كل يوم انت عروسه بالنسبه لنفسك، كل يوم انت عروسه. tu prends soin de toi tous les jours, tu fais attention à ton corps tous les jours, tu fais attention à tes cheveux tous les jours. دونك فوالا كثروا لنا من لي لايك باش نشوف اذا وي ولا انا نكمل في هاد سلسلة العروس، واكتبوا لي دايا المواضيع اللي حابيني نتكلم مالكم فيها، مواضيع ولا الافكار تاع لي فيديو ولا فوالا. واحد الحاجه اللي اول مره يتابعوني، من عندكم ديروا سبسكرايب او ابوني او اشتراك وتفعلوا الجرس باش كي ندير لايف توصلكم نوتيفيكاسيون. وبوركوا با اذا عجبكم محتوى القناه ادعموني بلايك. وثاني واحد نصيحه اخيره حبيت غير نقولها لكم، البنات ربي يعيشكم ربي يعيشكم، اللي تحبني فريمون وتابعني فريمون في اي بي تاعي وكافيار تاعي، ما تهدروش على الناس في التعليقات. انا انسانه هنا في اليوتيوب، نجي نمد واحد المحتوى تاع باغ اكزومبل عباليش انا، نعمل نهار يكون ما عندي ما يدير فيه، نصور لكم فيه دي فيديو، ابخي راني عايشه حياتي، جو مونتر با ما في، جو مونتر با مو ماري، جو مونتر بلو ما في، جو مونتر بلو ما فامي، انفوا ما فامي جو لي جامي مونتري، فوالا. دونك اخطيني من القيل والقال، اللي حاب يقول قليل ويسي الحبال وبيدي نطب ان شاء الله. اللي عندها لي زيبول سوليد ولا اللي عنده لي زيبول سوليد يجيني فيس تو فيس يقول لي انت هاكو 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 هاك، ثم انا نفرجيكم فيه. اما انه هادي قيل والقال وتاع لي ريزو سوسيو، هذا يحب يطلع ظهر، هذا جو سي با موا سي با مون تروك طز داكور. ميرسي. نرجع لموضوعنا. البنات النصيحة الأولى، شوفوا باش ما ننسلكم، وين راني كاتبة كلش في الكراس تاعي هذا تاع اليوتيوب اللي هو غوز، هادوما تاع اكزامبل الفيديوهات اللي ديجا صورتهم لكم، نكمل نصورهم ومن بعد نخطخطهم بالازرق، يعني اني مصورتهم هادو هكا لي فيديو مازال ما تصوروش، دوكا كي نكمل نصورهم نعقبهم بالماركر. وفلا عندنا افكار بزاف، نقعد في الليل تلقوني حاطه كاستاي ولا نقعد نكتب في الافكار اللي عندي، باسكو دائما في الليل يجوني هذوك الافكار ومن بعد نخاف ننساهم ما نسجل لهم هم لكمش في فيديو، اني نكتبهم ومن بعد كامسا نكون منظمه شويه. الحاجه الاولى البنات، لازم تنحي الشعر بالطريقه الصحيحه، سواء لي زيسيل، سواء المناطق الحساسة، سواء رجليك، سواء سواء سواء. بمعنى طريقة صحيحة سيكوا، كاين بنات مساكن ما يحملوش لاسيغ، واش راح نقولكم، راه كاينين هادوك لي كريم انستيزيون تتباعو في لي فارماسي، حاولوا انكم تجربي بلا كريم انستيزيون المره الاولى، مره ثانيه، المره الثالثه، بعد لا بوتيك راح تتعود على لاسيغ ويولي ما يوجعكش. انا واحده من الناس، باسكو من اول مره بديت نحي الشعر حشاكم بديت بالعصير، يعني ما يوجعنيش، انا ولفت بيه، ماشي ما يوجعنيش، يوجع شوي بالنسبه لي انا، ولكن انا ولفت بيه، يعني لابو تاعي لو كور تاعي ولف بيه، ما بقاش يوجعني. كيفاه تنحي الشعر بالعصير؟ باغ اكزومبل الشعر تاع اليد راه ينبت من هنا حتى لهنا، انت لاصيغ تحطيه هكا وتنحي بطريقه معاكسه. انا يدي شوفوا هانتو، جامي نحيت شعر تاع يديا، جامي 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 في حياتي تشيت الشعر تاع يديا، باسكو انا مانيش مشعره من النوع هذاك اللي ماهوش مشعر، الله يبارك عندي غير شعر غاتي في شعري، اما لو كور تاعي ماهوش مشعر، يعني فخادي جامي تشيتهم باللاسيغ ولا اي، ما عمري نحيتهم، يديا ما عمري نحيتهم، وجهي ما عمري تشيتو ابار لي سورسيل تاعي برك خي لو مايو لي زيسيل سا سي سور، او تاني سيغاني برك هذا واش نحي انا، باسكو ما عنديش شعر ياسر. نصيحه اللي ما عندهاش شعر ياسر كيما انا، ما تخربيش فيه، ما تمسيش، خليه يا اختي، فاش نديرونجيك، هو رطب ما لبس عليه، هاني انا عليه نحشم بيه، وتلقاني نلبس هكا وندير هكا وما عجبكمش بعد نضرب راسكم في الحيط، والله تروحي تنحي تولي كي رجال من بعد يولي ينبت لك هكا. نصيحه تانية اللي راح نهضر لكم على الشعر، وخروا على الموس، وخروا على الموس، وخروا على الموس،
البنات ونحيو الشعر، نحيو الشعر خاصة اللي رايحين يتزوجوا، علاه نحيو الشعر حتى في شهر العسل، في هذوك الايامات الاولى. علاه نقول لكم دائما نحيو الشعر؟ باسكو الشعر راه حاشاكم كي تدخلي للتواليت وتغسلي حتى لو كان تنشفي وكلش راه يسبب رائحة. نحيو الشعر تاعكم، تقدريش لا سيغ يا اختي دبري راسك بالموس ولا باش تنحيتي. فوالا كاين دو بريفيرونس لا سيغ. نحيو الشعر راه يدير لكم الرائحه في المنطقه الحساسه يا البنات. فوالا متفاهمين؟ على قولوا لي متفاهمين في لي كومونتير، تفهمنا على هذا الشيء. الشعر نحو. فوالا نجيو للي بروتيج. لي بروتيج يا البنات باش تيفيتيو هادوك الحكه اللي تحكمكم، باسكو كاينين بنات بزاف مساكن دير بروتيج وهي ماهيش فاهمه، ماشي مريضه، ما عندها لا ميكوز فاجينال لا والو، ومسكينه تحكمها الحكه. الحكه هذيك راه من البروتيج اللي راكي حاطتها راها ماهيش قطن، كيما اولويز ماهمش قطن. انا وحده من الناس اولويز لو كان نستعملها ما تفس السبيطار بالحكه، ما نجمش. فوالا قولوا لي اذا كاين عباد كيفي. احسن حاجه اللي هي لا مارك تاع نانا لي بروتيج ولا لي سيرفييت دوك تاع لي ريغلا، سواء اوان تاني لا مارك اوان ملاحه، استخدمتها كي هوت لالجيري صراحه ملاحه تاني. نانا اذا لقيتوها نانا توب 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 قطن اللي المنطقه تاعهم حساسه، العروسه اشري نانا به ما تحكمك حكا، ما تولي من بعد في ميكوز فاجينال، ما تولي لي في انفيكسيون ايرونير، تولي لي هادشي باسكو راهم تاني لي بروتيج من الحكا ياسر وواحد راه يولي لك كيما هكاك. هاني قلت لك فوالا. تاني الحاجه اللي نقول لكم لازم تديوها معاكم في جهازكم ولازم تكون عند اي انثى، لازم شوفوا اني قلت لكم نخلي لكم الفيديو تاع العروسه اللي درتو هذيك، فيديو توب توب توب، خليها لكم في اول تعليق وفي الديسكريبشن، ارجعوا شوفوها. قلت لكم سي بو تديو معاكم حوايج تاع دونتيل، حوايج هكا دي سوفاتمون اون كوير، دي شوميز دو نوي هكا ساتان لا سوا صح. ولكن تاني ما تنساوش حاشاكم سليبات تاع القطن. اختي ما كيش راكده مع راجلك روحي لبسي سليب قطن، ما راه هادوك سليبات تاع الدونتيل وتاع راه يسبولك في اسويسا، يتسببوا في اسوداد المنطقة الحساسة. مع ما كيش رايحة مع راجلك البسي القطن يا اختي، نهار كامل البسي سليب قطن برك، السليباوات قطن. وحاولوا انكم نصيحة هادي سورتو اللي عندهم هادوك شوية كحولية بين فخادهم. باغ اكزومبل انا نلبس اس، انا ما نشريش اس، انفان نلبس اس وي ما نشريش اس، نشري ام، فهمتوني؟ يعني انا نلبس اس نشري ام باش ما يجينيش مزير، باسكو تاني سليب كي يجيك مزير راه راح يزيد يكحلك هذيك المنطقة تاع الافخاد. دونك شريو سليبات كوتون، ديو معاكم سليبات كوتون، مشيت لهاي غير في الدونتيل وتلهاي غير في لاسوا، وتنسي سليبات تاع القطن. اهم حاجه سليبات القطن راني قلتها. وتاني البنات لي حاشاكم لي يدخلوا للتواليت وتقول لك انا غسلت وي سبي انك تدخل للتواليت تغسلي، ولكن راه اذا ما غسلتيش وخليتي هذاك الماء، هذيك المنطقه رايحه تتلبد، راح تتكون فيها البكتيريا ورايحه ديجا تسبب لك روائح كريهه ورايحه تكحل. دونك المنطقه الحساسه كل ما تتغسل كل ما تتنشف. وانا بيرسونيلمون ما نمسحش بهذوك لي بابي تواليت، عندي سيرفييت نستخدمها هكا باش كير صغير، نستخدمه يومين ونحطه في لا ماشين يتغسل، نحدو باش نحيلو البكتيريا كامله ونعاود. فوالا عندي بزاف دي سيرفييت هكا صغار، المهم نغسلهم ونحددهم ونطبقهم، وكل مره نجبد واحده نستخدمها توب توب توب، يعني روعه احسن من هذاك البابي تاع التواليت يتو فيه دي برودوي كيميك ما برودوي كيميك. فوالا تاني لي طفله اللي بصحتها مش رقيقه كيما انا، رقيقه كيما انا تقدر تعدي على هاد الستيب اللي راح نعطيها لكم. لي شويه بصحتها تشري التالك تاع لي زونفون، التالك هذاك جونسون، ولا كاين انواع تاع التالك ياسر وخروا على التالك تاع الريحه، التالك اللي فيه دي برودوي كيميك، حاولوا انكم تروحوا على هذوك تاع الاطفال. فوالا فيهم ضرر اقل من هذوك تاع الكبار اللي يجي فيهم الريحه، واحد جي عرفتوا هذاك التالك القرعه تجي مصوره فيها هكا نوار، استخدمته عام طز هذاك تاع الكبار، ما علينا هذاك ريحته تهبل، ولكن
نديروش في المنطقه الحساسه اللي عندها الفخذين كبار. حاولي انك ديري التالك بين فخادك، باسكو الفخاد كيبقاو يتحكوا في بعضهم، راه هذاك الشيء ثاني يتسبب لك اسوداد المنطقه الحساسه واسوداد سختو بين الفخذين. مرات بزاف يقولوا لي روفي عنا اسوداد بين الفخذين، مناش كيفاش راه كي تكوني شويه بصحتك ويبقاو يتحكحكوا هكا هذوك الفخذين في بعضهم، راه سي توتا في نورمال يدير لك هذاك الاسوداد. فوالا راه معروفه هذه التعرق يدير لك الاسوداد. او ابخي دبروا راسكم ولا شريو هذوك عرفتوا لي بونتي، اذا ما تقدريش هكا ديري طالك ولا عندك حساسيه من الطالك ولا البسي هذوك لي بونتي يا اختي، كتشوفي روحك راح تمشي ياسر وسخينه ودنيا، البسي هذاك البونتي يكون قطن، هذاك كي الكالسون يجي هكا كي الشورت قصير بونتي نقولوا له حنا بكري. فوالا نصيحه اللي ننصحكم بها، دوك نحط لكم لا فوتو تاع جلانتيم اللي انا نستخدمه، هذا كان لقيتو الشروه وعينيكم مغمضين ورايحين تدعولي تدعولي. لو جيل انتيم تاع المنطقه الحساسه لازم يكون نسبه لو بي اش تاعو مناسبه للمنطقه الحساسه. اسمعوني مليح وحلو ودنيكم، وخروا على لو جيل انتيم تاع سافوريل، وخروا عليه باسكو راه انا تسبب لي في دي ميكوز وفي دي زانفيكسيون لي ما عمرهم صراو. وبناتي ياسر تاني كنت قلت لهم على هاد المعلومه وقالوا لي صح، حنا تاني درنا هاد الشيء عليه. دركم فهمكم درك، احنا يا لو فاجون داكوغ، يا لو فاجون يا لا فلور فاجينال. لا فلور فاجينال سي كوا؟ هاديك لي تنيتواي لو فاجون، يتنيتوايا وحدو. لي بيرت علاش يهودو؟ لي بيرت يهودو باسكو لو فاجون اي سو نيتوا وحدو. فوالا واش راح يدير هذاك لو سافوريل تالمو قوي ياسر، راح يخرب لك هذيك لا فلوغ فاجينال. لا فلوغ فاجينال ما توليش تنظف في الفاجين تاعك، يا اما تحكمك انفيكسيون يا اما تحكمك ميكوز فاجينال انت وزهرك. دونك سافوريل بعدو عليه. سافوريل لكن تخدت وتخدت وتخدت، تحطي نقطة تاع سافوغال وما عندكش عندك غير سافوغال، احكمي طاس تاع ما كبير حطي فيه نقطه واحده سافوغال برك، راه قاويه البنات سافوغال. ولو جيل انتيم تغسلو به مره واحده في النهار، ماشي دوره تغسلي لي بجيل انتيم راكي راح تهلكي تاني لا فلوغ فاجينال تاعك. وجيل انتيم ما عمرو دخلوه لداخل غير فوالا. دوك نحط لكم لا فوتو تاع جيل انتيم اللي انا نستخدمه. والبنات تاني مره على مره كي تكون هكا المنطقه الحساسه تاعكم دايرين لها ليبلياسيون اي تو، بوركوا با ديروا لها دي غوماج. الغوماج انا اللي نستخدمهم، نستخدم القهوه، شتو هذيك اللي التلوه تاع القهوه اللي تقعد في الكافيتير، نحطها في صحفه نعصر عليها شويه ليمون وشويه ويل دو كوكو فوالا، ونعقب ندير هكا بحركه دائريه في الكور كامل. انا مش غير في المنطقه الحساسه، هذا المقشر معتمداته في الكور كامل تاعي. توب توب توب، نتوما رايحين تدعيوا لي عليه، وخاصه كي تحطوا شويه ليمون راه يعني مع الوقت رايح يفتح لكم البشره، وهذاك البيل دو كوكو رايح يرطب البشره اومامطون، وهذيك القهوه رايحه تسكرب لك البشره، يعني راح تعملي سكراب وريحة ترطب البشره تاعك اومامطون وريحه تغيضيها. جربوا هذا لو غوماج ودعيوا لي ثاني. اذا هكا تكوني حاسه روحك الاسوداد بدا يكثر ايتو، النصيحه قربينا روحي اشري النيله. النيله اللي هي عشبه تتباع عند هذاك الاعشاب، عند اللي يبيعنا الاعشاب، روحي قولوا اعطيني النيله الزرقاء، وروحي العشاب يكون يعرفك ويكون ثقه باش يعطيك النيله الزرقاء الحره، النيله الزرقاء. وروحي اشري الماورد، احكمي نيله زرقاء خلطيها هاك مع الماورد حتى تولي كي لا كريم. كي تولي كي لا كريم احكمي ادهناها في المنطقه الحساسه تاعك، والبسي قندوره وما تلبسيش سليب وخليها حتى تنشف. هذه الوصفه تقدروا ديروها في لوكور كامل، انا راني نستخدمها حتى لبنتي صغيره. فوالا تحبي تزيدي معاها ياوخت بلون زيدي، ما عندكش ياوخت هذاك ناتشور، ياوخت ناتشور بلوتو ديري ماورد فقط، ماورد ونيله. حابه تزيدي الياوخت ناتشور زيدي تاني، مفعوله مليح معاها يرطب تاني ومفعوله يهبل معاها. واش الاخر ديريها خليها حتى تنشف. باغ اكزومبل عندك اكواك اكواع تاعك كحول، عندك ركيبك كحول، عندك المنطقه الحساسه عندك شويه كحوليه تحت لي زيسيل ملموس،
ديريها اقعدي دوري في الدار، خليها تنشف وروحي اغسليها وعقبيها بقطن شويه ما ورد وداومي على هذه الوصفه ودعي لي. دونك فوالا البنات، هذه وهذا هو لا فيديو تاعنا تاع اليوم. ثاني نعطيكم معلومه اخيره، ما درتيش لايك هودي ديري لايك كاع غير تفرج فيه وتدي في المعلومات هكاك، ما درتيش ابوني هودي ديري ابوني اشتراك سبسكرايب وفعلي الجرس يا ملحنين. ما علينا. وي 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 داكور جو فيني جاري اوكي. اي فاهمه جات جابت لي رسمه قلت خطيرتها. نعطيكم واحد الصابونه. الصابونه هذه كاين ناس تجي عليهم وكاين ناس لا. قبل ما تستخدميها حاولي انك تجربيها هنايا وشوفي اذا ما دارت لكش حساسيه. وهي نورمالمون هاد الصابونه ماشي دير حساسيه، راها راكي ما تشريوش صابون طبيعي هو اللي يدير حساسيه. اما صابونه طبيعيه مستحيل يدير لك حساسيه. انا نشريها من لافارماسي هاد الصابون تاع الكركم ولا صابون تاع الجزر البنات لو كركما ولا صابون تاع الكاروت. انا نشريهم من لافارماسي صراحه ما داروا لي والو. واش ديري ما عندكش النيله ولا ما عندكش، اشري غير هاد الصابونه واحكمي رغوي بها وحطيها على المنطقه اللي فيها اسوداد خليها كماسك اوكي. هاد الصابون حاولي كي تدوشي ديريه في هذاك الخزم ولا مع حبيله يقولوا له، كاين ناس الخزم يقولوا له الحبيله ولا، وحاولي تحكي به لحمك. وتاني تقدري ديريه كماسك صابون الجزر او صابون الكركم ولكن يكون طبيعي. ما تروحيش تشري لي صابون انا ما عباليش وما عبالكش حاطين فيه ما عبالكش، اشري صابون بيو اللي في فرنسا اشريوه من لافارماسي. جو سي باسكو في الجزائر يبيعوا في لي فارماسي صابون ولا لا، ولكن هنا في فرنسا راكم تلقاوهم متوفرين في لي باغا فارماسي كل. فوالا نرجع نقولكم اذا عجبتكم هاد السلسله تاع العروس كترو من لي لايك باش نزيد ونزيد ونزيد ونزيد. راه مازالوا الافكار يهبلوا 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 تاع سلسله العروس. هذه راه غير الفلا كما كامل لونطري اون فيت كي نروحو للريستوران يعطيونا لونطري من بعد باش يعطيونا لو بلا برينسيبال من بعد باش يعطيونا الديسير. هيا هادي راه كان الفيديو هذا راه غير اونطري. نتمنى انه عجبكم، نتمنى اني كنت مفيده لكم، نتمنى المعلومات كانت قيمه. ونقولكم نحبكم لا فيديو، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.